قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب العلم باب رقم 43. قال الإمام البخاري: باب الإنصات للعلماء. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ابن البخاري: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قول باب الإنصات للعلماء أي السكوت والاستماع، فاستمعوا له وأنصتوا. فكان الإنصات يعني زيادة على الاستماع، الإنسان ممكن يستمع وهو يعني مشغول للقلب يعني، ولكن الإنصات الإنسان يجمع بين السكوت والتفكير يعني فيما يسمع، التركيز يعني فيه. قال: حدثنا حجاج هو ابن منهال عن جرير هو ابن عبد الله البجلي وهو جد أبي زرعة الراوي عنه هنا، يعني عن أبي زرعة عن جدي جرير، لأن جرير إنما أسلم يقول دعا بعضهم أن رفض له زيادة، قال له: استنصت الناس، فكأنه قال: استنصت الناس، ولكن هنا قال له: استنصت الناس، لأن جرير إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر أنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، لأن الوفاة كانت في 12 ربيع الأول، والحج طبعا يعني بيبقى في ذي الحجة، يعني في أول ذي الحجة، يعني ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع، يعني 10 أيام، 3 أشهر و10 أيام. وما جزم به يعرض قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان سنة 10. وقع في رواية مصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، ففي تصريح قال فعلا لجرير، فهذا يقوي قول ابن حبان والبغوي، قالوا هذا لا يحتمل التأويل، فيقوي ما قال البغوي أنه هو أسلم يعني في رمضان السنة العاشرة، وليس قول الوفاة النبوية بأربعين يوما. قوله يضرب بضم الباء في الروايات، والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا، وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال فيه: أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وكأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث، وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع والجمع كثير جدا، لأن يعني شاهد مع الناس صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 100,000 من الصحابة، طبعا 100,000 في هذا الزمن يعني كثير، وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج، وقد قال لهم: خذوا عني مناسككم، كما ثبت في صحيح مسلم. فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات، وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، أنه يسكت ويسمع، ممكن يسمع ويتكلم، أو
من يستمع ويحسن من يستمع ومن لا يستمع كأن يكون مفكرا في أمر آخر. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. وقد قال سفيان بن الثوري وغيره: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، يعني نشر العلم يعني. وعلى الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال الإنصات من العينين، فقال ابن عيينة: ما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. وطبعا هو علامة على الإنصات لكن ليس هو الإنصات يعني. يقول: هذا محمول على الغالب، أن غالبا يكون منصتا ولكن قد ينظر إليه ولا يكون منصتا، أو قد ينصت ولا ينظر إليه، والله أعلم. الباب رقم 44. قال الإمام البخاري: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله عز وجل. يعني إذا سئل أحد أي الناس أعلم، وطبعا الذي يسأل يعني أهل العلم، فيقول الله أعلم، يعني يكل العلم إلى الله عز وجل. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. كذب بمعنى أخطأ. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني إلى الله عز وجل، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا، يعني سمكة، في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم يعني هناك، يعني في هذا الموضع الذي تفقد فيه السمكة. قال: فانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل، حتى إذا كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونام، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، فصار في البحر. فالله عز وجل جعل كمعجزة لموسى عليه السلام حول السمكة أو الحوت، يعني مثل الطاق، يعني زي الماسورة يعني من السربة. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى نصا من النصب، يعني التعب، حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فلأن الهدف أن يجدون الرجل العالم يعني عند المكان الذي فقد فيه الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا، يعني يتتبعون يعني أثر أقدمهما يقتصون ذلك. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى، يعني مغطى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، تغطى بثوبه. فسلم موسى، قال: السلام عليكم. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. قال يعني موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. طبعا في منتهى الألم، مع أن موسى عليه السلام كريم الله ومن أولي العزم من الرسل، بل هو ثالث أولي العزم من الرسل كما رتب ذلك ابن كثير، ومع ذلك يسأل الخضر لما علم أنه على علم لا يعلمه يعني موسى. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. طبعا الصوفية يزعمون أن الخضر
يعني أفضل من موسى، وليس ذلك بصحيح، لأن غاية الخضر أن يكون نبيا، ولكن موسى رسول ومن أولي العزم من الرسل. وموسى كان عنده علم ليس عند الخضر، والخضر عنده علم ليس عند موسى. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر أنها أرضه، فحملوهما بغير نول، نول يعني أجر. فجاء عصفور فوقف على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. طبعا العصفور لا يأخذ شيء من البحر، يعني قطرة أو قطرتين من البحر الخضم. فقال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فطبعا ظهر هذا الفساد، أن وخاصة مع أناس يعني حملوهم بغير نول يعني بغير أجرة، ومع ذلك يعني الخضر يعني اقتلع يعني اللوح من الأيه من السفينة. فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. وطبعا ما خلي تغرقنا، خلي تغرق أهلها، يدل على حرص الرسل يعني على القوم وشفقتهم على الناس. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده، فخلع رأس الإيه. طبعا لو قلنا أنه هو نبي تكون هذه معجزة، كما أيضا في إقامة الجدار قيل أنه أشار إليه فاعتدل، ولو قلنا أنه هو ولي فتكون كرامة. فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة، الإسناد هنا مكي يعني، فسفيان هنا سفيان بن عيينة. البخاري بيروي عن عبد الله بن محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار والله أعلم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلب الطعام، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال الخضر بيده فأقام، إنه ما هدوش ولا لا، قال بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إن هؤلاء رفضوا أن يقرون أو يضيفون، ومع ذلك أقمت لهم هذا الجدار. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يخص علينا من أمرهما. قول ما يستحب العلم إذا سئل أي الناس أعلم أي من غيره، والفاء في قوله فيكل تفسيرية بناء على أن فاء مضارع بتقدير المصدر، أي ما يستحب عند السؤال هو الوكول، وفي رواية أن يكل وهو أوضح. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي، وسفيان هو ابن عيينة، وعمر هو ابن دينار، ونوف بنون بفتح النون والفاء، والبكالي بفتح الموحدة اللي هي الباء البكالي وكسرها بكالي أو البكالي وتخفيف الكاف، ووهم من شددها بكالي، منسوب إلى بكال أو بكال، بطن من حمير، حمير قبيلة من قبائل اليمن، ووهم من قال إنها منسوب إلى بكيل بكسر الكاف، بطن من همدان لأنها متغيران. ولو في المذكور تابعي من أهل دمشق فاضل العالم لا سيما بالإسرائيليات، وكان ابن امرأة كعب الأحبار وقيل غير ذلك، وكان يشير إلى أن علمه بالإسرائيليات لأنه ابن امرأة كان كعب الأحبار، يعني ربيب كعب الأحبار يعني. وكعب الأحبار تبعي مخضرم، يعني كان يعني أعلم الناس بالإسرائيليات يعني، وقيل غير ذلك. قوله إن موسى أي صاحب الخضر، وصرح به المصنف في التفسير. قوله إنما هو موسى آخر كذا في روايتنا بغير تنوين فيهما، وهو علم على شخص معين. قالوا إنه موسى ابن ميشا،
بكسر الميم وبالشين المعجمة، وجزم بعضهم أنه منون مصروف لأنه نكر، ونقل عن ابن مالك أنه جعله مثلا للعلم إذا نكر تخفيفا قال فيه بحث. قول كذب عدو الله قال ابن التين لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير، وحقيقته غير مرادة. ما يخصنه فعلا عدو الله يعني هو ولي الله، ولكنه أخطأ يعني في هذه المسألة لما قال موسى ليس موسى بني إسرائيل. فالعلماء يعني قلوبهم يعني حساسة تنفر يعني من الخطأ، فيصدر منهم مثل هذا الكلام وظاهره غير واضح، كما في ثكلتك أمك مثلا أو تربت يداك. قلت يجوز أن يكون ابن عباس تهم نوفا يعني في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحر ابن قيس هذه المقالة مع تورطهما عليه. وأما تكذيبه فيستفاد منه أن العالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم أن يكذبه. ونظيره قول صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما يعني سبيعة الأنصارية يعني مات زوجها وتزينت للخطاب، فقال أبو السنابل لعلك تريدين أن تنكح يعني تتزوجي يعني لا حتى يعني يمر أبعد الأجلين يعني الإما ووضع الحمل أو 4 أشهر و10. وهذا خطأ، لأن الصحيح أن المرأة إذا كانت حاملا ومات زوجها فهي بتحل بعد وضع الحمل ولو وضعت يعني بعد وفاته بيوم. فلما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بقول أبي السنابل قال كذب أبو السنابل. طبعا الصحابة لا يكذبون، ولكن هنا بمعنى أخطأ أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. قوله حدثني أبي بن كعب فاستدلي بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده حيث يطلق مثل هذا الكلام في حق من خالفه. وفي الإسناد رواية تبعي عن تبعي وهم عمرو وسعيد، غالبا بيبقى تبعي صغير عن تبعي كبير، وصحابي عن صحابي وهما ابن عباس وأبي بن كعب، أيضا صحابي صغير عن صحابي كبير. فقال أنا أعلم في جواب أي الناس أعلم. قيل إنه مخالف لقولي في الرواية السابقة في باب الخروج في طلب العلم، قال هل تعلم أحد أعلم منك؟ وعندي لا مخالفة بينهما، لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، فيطابق يعني قوله لا في جواب من قال له هل تعلم أحدا أعلم منك في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر. وعند النسائي من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند قام موسى خطيبا فعرض في نفسه أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي، وعلم الله ما حدث به نفسه، فقال يا موسى إن من عبادي من أتيته من العلم ما لم أوتك، يعني كما قال خضر أنت على علم من علم لا أعلم، وأنت أنا على علم من علم لا تعلم، وأنت على علم من علم لا أعلم. هذا عنده نوع من العلم والآخر عنده نوع آخر. وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. قال ابن المنير ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى، قال وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم يا الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب. فلو قال موسى عليه السلام أنا والله أعلم لم تحصل معاتبة، وإنما عوتب على اختصاره على ذلك نقال أنا ولم يقل الله والله أعلم، أي لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مرضوه الإخبار بما في علمه كما قدمنا، والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره. قوله أعلم منك ظاهره في أن الخضر نبي بل نبي مرسل، إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى وهو باطل من القول. يقول ولهذا أورد الزمخشري سؤالا وهو دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أن موسى ابن ميشا كما قيل إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه، وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله. قلت وفي الجواب نظر لأنه يستلزم نفي ما أوجب، والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص لقوله بعد ذلك إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليهم. وطبعا كانت الأمم السابقة يمكن أن يرسل أكثر من نبي في أكثر من وقت،
يعني كما في فآمن له لوط، كان إبراهيم عليه السلام يعني آمن له لوط، وقيل يعني كان ابن خالته أو ابن عمه، ولكن الرجح أنه تلميذه، فآمن له لوط ثم أرسل الله عز وجل لوطا يعني إلى يعني فلسطين، غور فلسطين، فلسطين عند البحر الميت. فكان يمكن أن يكون أكثر من نبي في أكثر من مكان في زمن واحد، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث يعني كافة للناس بشيرا ونذيرا بل للإنس والجن. يقول: ولم يكن موسى مرسلا إلى الخضر، وإذا فلا نخص به إذا كان الخضر أعلم منه إن قلنا أنه نبي مرسل، أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا أنه نبي أو ولي، وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة. ومن أوضح ما يستدل به عن نبوة الخضر قوله: وما فعلته عن أمري، إنه ليس من عنده بل بأمر الله عز وجل. وينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي حاشا وكلا. وتعقب المنير على ابن بطال إراده في هذا الموضع كثيرا من أقوال السلف في التحذير من الدعوة في العلم، والحث على قول العالم لا أدري بأن السياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق، وكما قال رحمه الله قال: وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس يعني مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم، فنتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم، واستدلاله به أيضا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ، لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد، ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيما في باطن العرش. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.